وها هي اضطربت. ريال مدريد يرصد مبلغ عملاق وخيالي لضم النجم المغربي أشرف حكيمي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ماذا عن موقف ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان؟ وهل سنرى أشرف حكيمي يعود من جديد إلى المكان الذي حيث بدأ فيه الملك الكبير ريال مدريد؟ سنتحدث بالتفصيل والدليل والبرهان، ولكن في البدايات قبل الدخول في التفاصيل، تحياتي لكم يا عشاق يا محبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي. فضلا وليس أمرا، الدعم باللايك والاشتراك، ولا تنسى أهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة عبر إشعار على هاتفك المحمول. نادي ريال مدريد، كما أعلنت وانفردت لكم خلال الساعات القليلة القادمة، يفكر بجدية في ضم النجم المغربي أشرف حكيمي إليه خلال بداية الموسم المقبل. نادي باريس سان جيرمان يرفض تماما التفريط في نجمه المغربي، ولكن أشرف حكيمي يرغب في الرحيل فورا من باريس سان جيرمان وخوض تجربة جديدة عبر النادي الذي يحلم بالعودة إليه منذ أن رحل، ألا وهو نادي ريال مدريد. كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حينما تم سؤاله اليوم عن احتمالية عودة حكيمي إلى الريال، أجاب قائلا: حكيمي لاعب عظيم، إضافة كبيرة، إذا حدثت الصفقة إنه الأفضل في العالم في مركزه. ريال مدريد قد يوجه صفعة قوية جدا للخليفي وإدارته في باريس سان جيرمان بضم الثنائي النجم المغربي أشرف حكيمي والنجم الفرنسي كيليان إمبابي بعد انتهاء تعاقده. ريال مدريد سيغري الخليفي بمبلغ يفوق 100 مليون يورو، حيث سيصبح النجم المغربي بهذا المبلغ أغلى مدافع عبر تاريخ كرة القدم بهذا المبلغ الكبير. ورغبة حكيمي في الرحيل، أعتقد أن الأمور كلها ستسير إلى موافقة إدارة باريس سان جيرمان على رحيل نجمها المغربي. كل التوفيق لأشرف حكيمي مع ريال مدريد إذا تمت الصفقة بتوفيق من الله عز وجل. الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي أو حتى الدوري الإيطالي أو حتى الدوري الألماني أفضل بمراحل من عزبة الدوري الفرنسي، مع الاحترام والاعتذار الشديد لعشاق الدوري الفرنسي.